معنا الآن عبر الهاتف الكابتن جمال بوهندي مدير منتخبنا الأولمبي الوطني. كابتن جمال السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أبو سلطان. حياك الله أبو خالد. والأستاذ المشاهدين والمستمعين من هنا جاكرتا يا أبو سلطان مع أذان العشاء حاليا في جاكرتا. ما شاء الله، الله يسلمك يا أبو خالد. في البداية طبعا نبارك لكم وكذلك لرياضة دولة الإمارات والجمهور الإماراتي حصول منتخبنا الأولمبي على المركز الثالث في طبعا أولمبيات الأسيوية في جاكرتا في إندونيسيا. رجعتوا لنا وبإذن الله بترجعون البلاد في الغد وأنتم معاكم هذه الميدالية ووصولكم كذلك للمنصة. طبعا في البداية نبارك الإمارات حكومة وقيادة وشعب، نبارك الأسرة الرياضية بالدولة متمثلة باتحاد كرة القدم، اللجنة الأولمبية، الشارع الرياضي بهذه الميدالية البرونزية التي تعتبر يمكن الثانية بعد إنجاز فضية جوانزو، وأعتقد أنها إضافة لميداليات الإمارات اللي وصلت 14 ميدالية للدولة. الحمد لله أن لعبة جماعية، اليوم الناس تتكلم أن اللعبات الجماعية ما لها دور في الأشياد، ولكن لعبة جماعية حققت ميدالية برونزية بفضل أبناء الإمارات ومجهودهم خلال هذه البطولة. نعم أبو خالد، أتكلم عن يمكن في جمهور اليوم يعتب على المنتخب، وفي جمهور ما شاء الله بعد فرحان في نفس الوقت، وتعرف نحن اليوم جمهورنا ممكن انت يعني ترضيه حتى لو انت ما فزت، وممكن يعني ما يرضى عليك وانت فايز، لكن البعض يتكلم يقول وصول المنتخب اليوم للمركز الثالث، لكن وصل عن طريق بعض المنتخبات المغموره، يعني اليوم فوزنا نحن وحصولنا على المركز الثالث في هذه البطوله عن طريق منتخب الفيتنامي، والمنتخب الفيتنامي كما يقال من الجمهور، طبعا انا انقل لك هذه الرساله، انه منتخب مغمور، وكذلك انت اليوم فزت عليه بركلات الترجيح. تعليقك على هذا الكلام. جميل هذا السؤال ابو سلطان، ما دام تكلمت خليني اقول لك بعض النقاط بس للساده المشاهدين يعني. نعم. اول شيء نحن نشكر كل من هنا وبارك وساند المنتخب، ونشكر كل من ايضا تابع وانتقد عمل وليس اشخاص عموما. نعم. بالنسبه حق المنتخب الاولمبي، طبعا من حق الشارع الرياضي بالامارات، هذا منتخب بلادهم، من حقهم ينتقدون، من حقهم يقولون ارائهم، هذا شيء طبيعي في كرة القدم، لكن ابغى اوضح نقطة ابو سلطان بس حطوا تحتها الف خط، المنتخب الاولمبي الفيتنامي. المنتخب الفيتنامي الاولمبي الفيتنامي اللي الناس تقلل منه، هذا المنتخب لعب نهائي كاس اسيا ضد المنتخبات الاولمبية ضد منتخب اوزبكستان اللي تأهل عن طريقنا من العين اذا تتذكرون. نعم. كمل وراح لعب نهائيات اسيا، فاز فيها المنتخب الاوزبكي على الفيتنامي في النهائي، هذه واحد. شيء ثاني، منتخب فيتنام اللي الناس تقلل منه الاولمبي انا اقول وليس الاول، يا جماعه اليوم اصبحت الفوارق بعيده عن الاسماء والاسماء في كره القدم، ودليل كاس العالم، شوف من وصل النهائي، شوف كوريا لما تفوز على المانيا، انا مو قاعد اي بعذار ولكن بالارقام، المنتخب الفيتنامي يا ابو سلطان اللي نحن فزنا عليه بضربات الترجيح اللي الناس مو بعايبينها، تعادلنا في وياه في المباراه 1-1 وتقدمنا عليه بهدف نحن، اوكي. هذا المنتخب هو استطاع من خلال مجموعة الفوز على منتخب اليابان اللي لعب في نهائي هذه البطولة، فاز على منتخب اليابان. منتخب فيتنامي تصدر مجموعته من خلال هذه البطولة. المنتخب الفيتنامي أيضا فاز على منتخب سوريا اللي أيضا تمكن بالفوز عليه في المباراة الافتتاحية. ليش نحن دائما نجلد النفس؟ أوكي عندك حد تنتقد، مو بناجب بالأداء ما في مشكلة، لكن لو منتخبنا لما يفوز حد يقول بالحظ، طيب مرحبا بالحظ يا ابو سلطان اللي يعطينا بطوله او يعطيني ميداليه برونزيه. وانا اقول لا للحظ اللي اضاع منا بطوله القاره الاسيويه في 96 اذا تتذكرون امام المنتخب السعودي بضربات الحظ. يا جماعه الخير هذه كره قدم، اليوم اللي تكسبها انت العبها، اليوم عندك جيل، انتم في الامارات اليوم لما ينتقدون منتخب اندونيسيا، انت تعرف منتخب اندونيسيا شو عنده هني؟ منتخب اندونيسيا لعبنا الكل يقول لا والله عادي من لاعب، لا لعبنا ضد صاحب الارض والجمهور متصدر ايضا مجموعته بتسع نقاط يا جماعه، هذا واحد. الشيء الثاني، هذا المنتخب عنده لعيبه اجانب مهاجمين هم اللي احرزوا الهدفين في مرمى منتخبنا، لاعب هولندي ولاعب برازيلي، في المقابل لعيبه منتخب بلادك ما يلعبون في انديتهم اساسيين، اتكلم عن العيد، اتكلم عن العطاس، اتكلم عن الاسماء هذه، احمد العطاس مثلا نجم ما يلعب حتى في النادي بشكل اساسي، هو بروحه يقول لي يعني يمكن 4 سنوات ما يلعب اساسي في النادي، العيد ما يلعب في النادي اساسي.
فنحن مو قاعدين بأدار هذه أشياء فنية المفروض أنا ما أتدخل فيها، لكن أنا أتكلم بس توضيح حق الناس اللي تقلم الأسماء. اليوم في منتخبات المراحل السنية غلط أنك تقول المنتخب الفلاني ومنتخب المنتخب في المراحل السنية بناء على عمل. اليوم نحن في الإمارات نتكلم عن منتخب جاء إلى هذه البطولة وغير مرشح تماما في ختام البطولة، ألم بلادك يرتفع أمام العالم، ثلاث منتخبين قبلك اللي هو منتخب كوريا اليابان، أنت المنتخب الثالث. صحيح ما حد يقدر يقول إن نحن مقتنعين بلا، أنا شخصيا معاكم يا إخوان المشاهدين الأداء لم يكن يقنعني صراحة ما بالمباريات، ولكن يا ما لعبنا بطولات وخرجنا منها وكان أداءنا أفضل من الخصم. لو تتذكر أشياء جوانزو من فاز بالميدالية الذهبية، إذا سألت الناس بيقول لك اليابان، ما حد يتذكر منتخب الإمارات غسل اليابان في هذيك المباراة كرة قدم، ولكن عاندتنا كرة قدم وما فزنا بالمباراة. أنا مو بياي بعذار، لكن أنا قاعد في وسط المعمعة هذه وشايف شغل. عموما أنا أحب أني أشكر هؤلاء الجنود الإماراتيين الأبطال، 20 لاعب 19 موجودين عندنا، وجاسم يعقوب موجود في الإمارات مصاب، أحب أشكره شكر كبير. هذا المنتخب اللي استطاع أن يصل للمباراة للسيمي فاينل واستطاع أن يأخذ الميدالية البرونزية 33 يوم، هذه اللي بعيد عن أهلهم عن إخوانهم عن ظروفهم عن أعمالهم. نقول لهم جزاكم الله خير ومشكورين، وأنا بدوري أشكرهم وأشكر أيضا اتحاد كرة القدم على وقفته معانا، اللجنة الأولمبية متمثلة في الكابتن حسن شهيل وقبله هشام الزرعوني. الناس تقول والله هذا المنتخب راح بدون رفد إداري. يمكن أنا هذه النقطة أبو خالد، سامحني أبو خالد، أنا هذه النقطة أبغى أوقف عندها. أن شوف النهاية أنت موجود مع المنتخب وأنت اليوم مسؤول مع منتخبنا الأولمبي. فعلا كان في حديث كذلك متداول بأن ما في مرافق كعضو اتحاد أو كشخصية من الاتحاد مع الوفد الرسمي لكرة القدم، أنا أتكلم مش للألعاب الثانية. هذا الكلام غير صحيح. أول شيء المنتخب مع رئيس الوفد سعادة هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم متواجد مع المنتخب، كان في يوم اللي وصل فيه الكابتن حسن سهيل عضو اللجنة الفنية أو لجنة انتخابات بالاتحاد، الأخ هشام الزرعوني غادر الدولة لظروف الخاصة، غادر إندونيسيا لظروف الخاصة. بالإضافة إلى أنا بسألت سؤال بسلطان أو الناس تسأل سعادة عبد المحسن الدوسري هذا من وين؟ مو بإماراتي، هذا متواجد معنا كان أول بأول. لكن هذا 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 موجود اليوم من الهيئة مش من الاتحاد أبو خالد. زين يعني طيب عندنا رئيس وفد، عندي مشرف منتخب الكابتن مترف الشامسي، مدير منتخب موجود، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم هشام الزرعوني، حسين الشهيل عضو لجنة فنية. يا جماعة ما عرفنا إذا تواجدوا أعضاء اتحاد الكرة مع اللعيبة قالوا الكل سافر مع الفريق، وإذا راح معاهم مثلا رئيس وفد ومدير منتخب مشرف منتخب، وأعتقد أن هذا العدد كافي لإدارة البعثة. الناس بعد أيضا تنتقد، نحن مو بعارفين شو اللي يعجب الشارع الرياضي. أبو خالد هشام الزرعوني كان معاكم من بداية المشاركة؟ نعم موجود معانا من اول يوم نحن في مدينه باندوب الاندونيسيه، موجود الكابتن هشام سعاده هشام الزرعوني موجود، ووصل الكابتن حسين الشهيل هني وغادر الاخ هشام الزرعوني عايد للامارات. جميل. ابو خالد نقطه اخيره كذلك ممكن شوي ارجع للخلف واتكلم عن احداث صارت. نحن طبعا في المباراه اللي هي كانت قبل المشاركه في البطوله بين منتخبنا والمنتخب الماليزي، بعد هذه الاحداث ابو خالد كيف قدرتوا انتم، لان اليوم الكل كان يتكلم الحين دور الاداري، الحين دور اداره المنتخب، اداره المنتخب في معالجه ممكن هذا الموضوع، اذا ممكن اللاعبين نفسيا يتاثرون، ممكن اللاعبين اليوم يسمعون الاعلام، ممكن يقرؤون كذلك الصحف، النقاد في مواقع التواصل الاجتماعي، انتم كيف قدرتوا تتصرفون بعد هذه المباراه؟ وهل في ممكن نقاط تداولت بين الجمهور او بين النقاد والاعلام كانت غير صحيحه حاب انت توضحها؟ شوف انا بالنسبه لنا نحن الحمد لله يعني ادوارنا كاداره بعثه، الجهاز الفني للفريق، الجهاز الطبي، اعتقد ان الكل قايم دوره. بالنسبه للاحداث مباراه ماليزيا انا ما اريد اعود وارجع واكرر واقول، لكن صار خطأ في هذه المباراه، وصارت ايضا قرارات من اداره البعثه، ايضا اداره اتحاد كره القدم هناك. لكن نحن كيف عالجنا هذا الشيء؟ نحن اولادنا، هذول اولاد الامارات، دائما الكلمه اللي نحن نوجهها للعيبه دائما هذه دولة الإمارات، هذا علم الإمارات. قد يخطأ الإنسان، ولكن التكرار في الوقوع في الخطأ
هو المصيبة. الأولاد كلهم تكاتفوا وتعاهدوا على أنهم يقبلون الدولة خير كثير دائما أمام عيوننا ونصبنا شيوخنا وأخلاقنا وعلم بلادنا. يمكن أنا حتى في المباراة الأخيرة هاي اللي كانت مع فيتنام حطيت لهم علم الدولة على الطاولة في غرفة الملابس قبل دخولهم لأرض الملعب، وقلت لهم هذا العلم لازم نحن نرفعه اليوم على الأسياد. نحن ما توفقنا نوصل المباراة النهاية وخسرنا اليابان ب1-0، ولكن اليوم مركز ثالث لابد نرجع للإمارات إن شاء الله بميدالية برونزية. أيضا أشكر كل الإخوان اللي ساهموا سواء برسالة صوتية أو برسالة تسجيل فيديو أو بعبارة مؤازري للمنتخب. كثير من طبقات المجتمع أنا حاولت أني أنا أشركهم أنهم يوجهون كلمات فعلا شفنا هذا الشيء نحن كان متداول. نعم الكل حقيقة كل طبقات المجتمع في الإمارات وقفت مع هذا المنتخب. أنا أشكر كل من ساهم في هذا، أنا أعتبره إنجاز شاء من شاء وأبى من أبى. اليوم ميدالية برونزية عندك، راح تتكلمون عنها في كل المناسبات القادمة القارية لهذه البطولة، بطولة الأشياد. العشرين لاعب هذا راح يخلد اسمهم في تاريخ هذه البطولة. أتمنى إن شاء الله مزيد من الإنجازات الكرة الإماراتية، ونبتعد شوية عن جلد النفس. من حق الإنسان أو من المواطن أن ينتقد عمل أبو خالد. شو تقصد جلد، شو تقصد في جلد النفس أبو خالد؟ دائما نحن دائما بس نبحث عن السلبيات. المنتخب محظوظ، المنتخب اداء سلبي. يا اخي يا جماعه الخير، المنتخب في كل المباريات تقريبا حتى اللي تعادل فيها كان يسجل وكان يبادر في التسجيل. المباراه الاخيره نحن متجدين ب1-0، مباراتنا ايضا ويا الصين سجلنا هدف على المنتخب الصين متصدر المجموعه، وايضا جاء الهدف، شفتوا كيف جاء الهدف من وسط الملعب تقريبا في غفله أو بخطأ. الشيء الثاني في معظم المباريات نحن سجل فيها، المباراة الوحيدة اللي ما سجلنا فيها مباراة سوريا، ونحن اللعيبة هذيل بشر وعندهم تلفوناتهم ويدرون في وسائل التواصل الاجتماعي. يا أخي من حقك تنتقد، لكن مو من حقك أنك تجرح في أشخاص. أنا أقول هذا الشيء على لسان اللعيبة هنا عنده، ولكن نحن قلنا حق اللعيبة غمضوا عيونكم ولا تسمعون إلا للإنسان اللي يحبك، لأن في كثير من الناس عندهم انتماءات وعندهم تقريبا تعمد في الإساءة لبعض اللعيبة، الإساءة لبعض التعصب للأندية أيضا موجود. أنا لاحظت هذا من خلال الطرح. حارس المرمى الكابتن الشامشي قدم مستوى متميز، ولكن رغم هذا بسلطان تفاجأ لما تقرأ في بعض المواقع أن في ناس قاعدين ينتقدونه ويجرحون في شخصيا. نعم نحن أبو خالد اليوم قبل لا أختم معاك، من حق اليوم الجمهور الإماراتي أنه ينتقد، من حق الجمهور الإماراتي أنه يتكلم، لكن مو من حق اليوم أنه يجرح في أي لاعب أو أي شخص موجود كذلك مع هذا المنتخب أو يسيء. هذا نحن في النهاية ما نرضى فيه، لكن الانتقاد اليوم أبو خالد موجود، وأنت لاعب كرة قدم وإداري ومحلل، ويعني عارف في النهاية لابد أنك أنت تكون مهيئ لهذا الموضوع. من حق كل واحد، هذا منتخب البلد، هذا مو بنادي، هذا ملك الجميع. من حق كل واحد نيد للدلوة، من حق ندي ملاحظاته، لكن في حدود النقد أخوي أبو سلطان. عموما نحن حاليا في طرحه، ونحن في غضون الحديث عن ميداليه برونزيه تحققت بفضل هؤلاء الشباب. نحب نقول لهم الحمد مبروك، ونحب نقول ايضا لكل شارع الرياضي بالامارات الف مبروك، مبروك شيوخنا يستاهلوا كل خير. وهذه البلد مهما قدمنا لها والله العظيم مو بشعارات، ولكن بالفعل الامارات مهما قدمنا لها فنحن نعتبر ما قدمنا ولا شيء بالنسبه لهذا. وانا اقول مبروك مره ثانيه، مبروك القياده الرشيده، وهذه الميداليه ان شاء الله انها تكون بمثابة يعني بوابة وطريق لهذا الجيل أنهم يصلون للمنتخب الأول إن شاء الله ويمثلون الإمارات خير كنتيل بإذن الله. أبو خالد وبيض الله ويوكم وبارك الله فيكم، ومشكورين على كل جهد قدمتوا أنتوا كجهاز إداري وجهاز فني ولاعبين كذلك في هذه البطولة. ونبارك لكم ونبارك لأنفسنا كذلك حصولكم على الميدالية البرونزية في جاكرتا. الله يعطيك العافية وشكرا على اتصالك وتواصلك يا أبو سلطان. مشكور يا أبو خالد، بيض الله وجهك. شكرا جزيلا للكابتن جمال بوهندي مدير منتخبنا الأولمبي الوطني.